عليكم وعن الحرب الروسية الأوكرانية. والآن وبعد أكثر من 17 شهراً على هذه العملية كما تصف موسكو، أو هذه الحرب كما يصف الغرب، هل حققت روسيا أهدافها؟ وكيف أثرت هذه العملية أو هذه الحرب على موازين القوى على مستوى العالم؟ وما حقيقة تأثير الهجوم الأوكراني المضاد على سير المعارك؟ وكيف تصف موسكو علاقاتها مع دول الغرب والناتو؟ هل هي حرب بالوكالة كما يقول البعض، أم أن الطرفين لا يرغبان بالدخول في مواجهة مفتوحة؟ وهل ما زال ممكناً الحديث عن جهود لإحلال السلام مع تعدد المبادرات؟ وكم نبعد حقيقة عن السلام وكم نبعد عن الحرب؟ هنا من داخل السفارة الروسية بلندن، القاهرة الإخبارية تطرح العديد من التساؤلات على السفير الروسي في المملكة المتحدة. أدعوكم معنا في هذا اللقاء.